هذا هو السيناريو المرعب حقا، لأن الآن خاصة رفض حماس لوقف الإطلاق النار في حال نجحت أو فشلت الهدنة في غزة، التركيز ينصب مرة أخرى على الجبهة الشمالية، واضح إيران أنها ردعت، تم ردعها، تم لجمت، اختار التعبير الذي تريد، ولكن واضح أن حزب الله لديه مشكلة بأنه مخترق لدرجة لا يستطيع إنكارها. يعني عندما نفوا لول ستريت جورنال بأن الذي قتل شكر الحاج محسن أو فؤاد شكر هو اتصال، وقيل أنه بين نصر الله حتى نفسه وبين شكر، هذا يعني أن يعني الخرق أكبر من أنك تقوم بترقيعه. وعندما يتم الكشف أنه بمجرد مسؤول غاب عن تحمل مسؤولياته لأنه بإجازة صيفية، ينقطع الكهرباء عن كل لبنان، وتعلن الجزائر مشكورة طبعا بأنها هي التي ستؤمن الوقود في الوقت الذي لا تستطيع فيه إيران يعني مد يد العون حتى في تأمين الوقود، يفتح سؤالات كبيرة عزيزي. من ضمن هذه التساؤلات ما تراه، وإحنا نتعامل مع الإعلام الرسمي يعني، ولكن في السوشيال ميديا، انظر للتايم لاين اللبناني يا عزيزي بكل أطيافه، الكل يقول هذه ليست حربنا، الكل يتوقف لماذا هذه الهجرة من الجنوب إلى الشمال، الكل توقف عند هذه الأجواء المتوترة التي وصلت إلى مرحلة أن خطاب الدعوة إلى الفيدرالية عاد مجددا، خطاب الدعوة إلى أن هذه الحرب حرب حزب الله، وعلى الجيش اللبناني والأمن اللبناني ألا يتدخل بأن يرفض اللبنانيون في المناطق التي لا يوجد فيها حزب الله أن يرفضوا حتى إيواء مدنيين، هذا شيء خطير، وكأنك تقول أن الأرضية الآن أصبحت مجهزة في لبنان بالفعل لضربات استباقية قد لا تكون يعني موجهة لإيران، ولكن أنت تضرب الرأس الكبير في المنطقة من أذرع لبنان، أذرع إيران، ومعنى ذلك حزب الله، فالأمر يعني يتحول من قضية وعيد إلى ردع بالنتائج على الأرض، لأنه حتى الصور الدعائية وأختم بها، الهدهد هذا ما أتى به الهدهد، والهدهد لا يستطيع أن يكشف حتى كيف هو مخترق حزب الله، وكيف يقوم باصطياد هذه الرؤوس واحدة تلو الأخرى، وهذا الهدهد لم يتمكن من معرفة شيء حتى يكتمل في الفيديو الذي تبين أنه ذكاء اصطناعي، وأن الأنفاق هذه موجودة في إيران ولا علاقة للبنان بها، سوى أنه هيج الرأي العام مرة أخرى وقال طيب. ماذا تريدون أن تكرروا غزة في لبنان؟ طبعا هذا مرفوض.